كاين بعض المواقع بعض الجلاديد مره مره كيتصلوا بيا بعض المراضين ولا كيصيفطوا راه وضعيه الحزب راه كيتسخا راه وليدي صغار راه بنصوا لي صرا انا الحزب بخير ولا خير ما عندنا حتى شي مشكل امور غاديه وكان عم يقول لكم واللي غيجي لكم طلبه في شهر جوج اللي بغاو المناضلين هو اللي غادي يكون وما غادي يكون الا اللي فيه مصلحه الحزب واللي فيه مصلحه ديال البلد الحمد لله لما كانت الاجتماعات ما نقولش في الحزب واحد ولكن ما نقارنش في الحزب اخرى الاجتماعات المكتب السياسي كتقدم في كل 15 يوم اجتماعات المكتب السياسي كلها راه كنشوفوها كنخرجوا فيها بلاغات المكتب السياسي هذه واحد الشهر ما اجتمعناش نظرا لسيد الامين العام كان خارج ارض الوطن اللي شفنا انه دار واحد المجموعه ديال الدول واللي ما تكلمش عليها حتى خصوصا بعض الزيارات اللي كانت عندها صدى جد طيب خصوصا فيما يخص العرب وكتب وضعية الحزب هي وضعية جد مريحة ما كاين لا شيء مشاكل داخلية ما عندنا لا صراع ما عندنا تنافس حنا غادي الحمد لله إذا وصلنا للمؤتمر الخميس سالينا ثلاث مؤتمرات غادي نسالو المؤتمرات كلهم إلى يسر الله سبحانه وتعالى في سبتمبر باش نديرو لجنة تحضيرية ونمشيو للمؤتمر اللي غيكون في شهر جديد من أجل انتخاب قيادة اللي غتكون سهيل غتعصر باش تمشي للانتخابات المقبلة 2026 اللي كتمنى الله نفوز بها وحنا جميع المقاومات نفوز بها ان شاء الله. الوضعيه حيت كنا في وضعيه مريحه لان لحد الساعه ما حققناه في هذه السنه في المسير القضي ما تحققش المده منذ تاسيس الحزب. من 2008 اول مره عندنا جميع الكتابات المحليه تقريبا امانات الاقليميه الان نحن في الامانات الجهويه اول مره كنستطيعوا كان قبل كان انه السكن الان درنا مؤتمر طنجه اللي فيه سيد رمزوني مرحبا بها حاضر معنا درنا ديال اكادير درنا ديال الرباط درنا ديال النفاس بني بلال المقبل هو مراكش من بعد مشاو للسيد نصير الدار البيضاء باش نديروا مؤتمر الدار البيضاء لان الدار البيضاء ما فيهاش سبعة اقاليم ولا ثمانية فيها 16 كيبقى هي الغرفة هي الوسط هي القلب النابض الصحراء كذلك سيتم لهذا الكلام غادي نخدم بحاجه وحده هو انه ملي كنا كنديروا انتخابات كنشوف شكون غنتخبوا نختاروا البرلمانيين كلشي الاقاليم كان فيها الجهه مزيان كان عندنا جوج اقاليم خليفه ما استطعناش نجيبهم نتمنى من الله واش معنا الناس تخليفه هنا نتمنى من الله على انه نجيبوا نخبوا لنا خليفه كان معنا بني بلال هشام الصابري اللي ولا هو الرئيس ديال لي نوتير غير يوفقوا وكيكون عرفنا غادي يشد رئيس نوتير غير اللي بهذا الشكل الهائل كون عطينا هذه شي 10 سنين هذيك الصديق ديالي مرحبا بكم وكان مرحبا بكم في